استحسنها. هايل، نعمل الناحية التانية. مش عارف الكاميرا هتبقى باين الفرق ابتدى يبقى واضح عندكم، حتى لو مش باين احنا هنحاول نصورها بيفور اند افتر وننزلها في البيج على طول علشان برضو تبقى الـ 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 الدنيا واضحة والدنيا باينة. اخبار البين ايه؟ اميرة يا جماعة قبل ما نبتدي كنا متفقين نحط بينج كده حاجة بسيطة بس هي كلت الانبوبة كلها تقريبا. خلاص قربنا نخلص خالص. أميرة شاطرة وما تعبتناش. اهم حاجه برضو في الفيلر عامه يعني ان جنرال غير الشفايف بس ان احنا ازاي نقدر نوصل باقل كوانتيتي محقونه لاحسن نتيجه واكتر حاجه تبقى باينه وتبقى ساتسفاكتوري للبيشنت وللدكتور من غير ما نستخدم كميات كبيره. وده ابتدى برضو يبان شويه بتحكي كده. تمام خلاص اقفلي. نقطة هنا نقطة الناحية الثانية. ايه الأخبار؟ درجة الوجع قد ايه؟ احنا كده عملنا اول سيشن لأميرة. زي ما اتفقنا احنا بنحاول نعمل حاجة تبقى باينة ان هي فعلا ناتشرال، ما يبقاش تبقى الدنيا بشكل باين قوي ان هو فيك او شكل ان هو اول ما حد يبص لها في وشها يلاقي حاجة قد تبقى حاجة مش ظريفة، وفي نفس الوقت نعمل لها الشيب والكونتور المناسب ليه. ده بالنسبة للشفايف عامة. في كتكنيك الفيلر عامة الاتجاهات دلوقتي في المؤتمرات وفي كل الطرق الحقن دلوقتي ان احنا دايما ما نعملش الحاجه اللي تبقى برومننت قوي عكس زمان. زمان كان اللي بيبقى بيحقن بيبقى عايز يبين ان هو حقن، بيبقى عايز يبقى وشه كانه اعلان الفيلر اللي هو حقن. دلوقتي بالعكس احنا كل اللي احنا بنحاول نوصله ان احنا نشيل الديفوات او الحاجات السخيفه اللي مش عاجبنا باكتر طريقه تبقى طبيعيه، باكتر طريقه ناتشرال، ما يبقاش حد يبص في وشك ويعرف ان ايه الحاجه اللي اتعملت، يبص بس يلاقي ان في حاجه شكلها حلو او شكلها
شكلها ده حاجة لا عفريت عندنا، شكلها يبقى شكلها يبقى طبيعي وشكلها في نفس الوقت يبقى باين بصورة حلوة. احنا خلصنا اول سيشن النهاردة لايف كبروسيجر نقدر نعمله قدامكم عشان برضو يبقى تبقوا شايفينه، لو طبعا في اي اسئلة او في حاجة نقدر نرد عليكم فيها. تاني حاجة برضو عايزين نتكلم عليها ان احنا فكرة الـ 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 ان الناس اللي بتروح لدكاترة التجميل بيبقى عندها دايما خوف من 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 حاجات ستاندرد ومن حاجات يعني شبه افكار موجودة عندهم من قبل كده. زي ما قلنا فكرة ان احنا نروح لحد مش معنى ان انا في مشكلة معينة عايز احلها يبقى هتتعمل بطريقة اوفر او بطريقة بشكل يبقى مش طبيعي. بنختار دايما الحاجة الانسب بالنسبة لنا، دايما بنختار الحاجة اللي بتبقى متناسقة وبتبقى تناسب وشنا بصورة كويسة. وفي نفس الوقت برضو عشان ما يبقاش ان احنا ايه مستعجلين دايما على الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، لا دايما نسال ودايما نعرف ايه الحاجات الكويسه وايه الحاجات المناسبه ودونت رش في الحاجات دي خالص. نعرف الفروق بين الماتيريال اللي بتستخدم بين الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها. تمام تمام يا امير. نبتدي نشوف لو في اسئله، نشوف في اسئله. اوكي طيب اول سؤال، انا كان عندي حب شباب وتعالجت منه بس ما كانوا ظاهر قوي، ايه الحل؟ طبعا البوست اكني سكارز او علامات الاثار حبوب للشباب، اول حاجه او اهم حاجه ان تكون الحبوب اطمنه ان ما بقاش في حبوب اكتف او حبوب نشطه كتيره ظاهره علشان نقدر نبتدي نعالج اثار الحبوب اللي موجوده. طرق علاج اثار الحبوب كتيره، في حاجات بتبقى سطحيه وفي حاجات بتبقى ديب وفي حاجات ليه كذا نوع الاكني سكارز، على اساسه بنقدر نحدد الموداليتي نوعيه العلاج. العلاج اثار الحبوب بيتراوح عندنا من اول التقشير للتقشير الكيميائي للديرما بان للديرما رولر وللفراكشنال ليزر، على حسب الحاله اللي موجوده او على حسب درجه عمق الاثار الشباب دي بنقدر نحدد ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها. التجاعيد اللي بتبقى عند العين في حاجة تانية بتعالجها غير الجراحة؟ التجاعيد اللي حوالين العين دي ليها كذا جزء، في تجاعيد بتبقى التجاعيد الحركية اللي هي حوالين العين، دي طبعا الأنسب علاج ليها بيبقى هو البوتوكس. البوتوكس بيشتغل على التعبير الحركية، التعبير الحركية اللي هي بتبقى ريليتد دايما للعضلة للمسل، فدايما بناخد بنحقن بوتوكس في اماكن معينة في العضلة عشان يحصل ارتخاء في العضلة دي فتقدر ان هي تشيل التجاعيد اللي فوقها. انما التجاعيد او لو قصدي السؤال ان هي زي الاي باجز او التجاعيد اللي تحت العين دي اللي فعلا بيبقى حلها جراحي، لو الاي باج كبير قوي او زي بنسميها مخدات اللي تحت العين دي بيبقى حلها جراحه. والحل التاني اللي بيساعدها شويه ان احنا برضو بنقدر ان احنا نحقن فيلر حاجات خفيفه تحت العين تقدر تهدي القصه دي شويه وتقدر تحسنها كتير. الفيلر نوع ايه يا دكتور؟ الفيلر احنا قلنا الجوفيديرم، احنا استخدمنا الفولبيلا دي من الحاجات الكويسه جدا للشفايف. سعره كم؟ نقدر نكلم الارقام اللي باينه على البيج عندنا ونقدر نعرف كل حاجه عن الاماكن السنتر واماكن الكلينكس والاسعار البرودكتس والماتيريال اللي بنستخدمها. لو عملت الحقن دي في تعليمات بنمشي عليها؟ في تعليمات دي اللي كنا لسه هنشرحها الأميرة، ان احنا اول حاجه النهارده على قد ما نقدر مفيش حاجات تقدر تغير حركه بقنا، زي مثلا لو بنشرب مثلا حاجه بشاليمو وكده ده مفيش النهارده، لو حاجات اللي بنشرب حاجات سخنه قوي او حاجات ساقعه قوي دول نهدى عليهم 24 ساعه. طبعا لو في حد بيبقى مدخن او كده بنبعد عن التدخين حوالي 48 ساعه بس كده، وبتقدر يعني تستعيدي حياتك الطبيعية في خلال يعني ولا حاجة. يعني أميرة دلوقتي هتتحرك تروح تشوف حياتها عادي جدا. المناطق الغامقة زي الكوع والركبة علاجهم ايه؟
دي برضو حاجة من الحاجات اللي لازم تتشاف، لأن بتبقى على حسب درجة الغمقان وعلى حسب درجة اللون بنقدر إن احنا نحدد العلاج المناسب. في حاجات بتتراوح، ممكن كريمات مناسبة بس تبقى مش محتاجة أكتر من كده، في حاجات تانية بتبقى لا محتاجة تدخل أقوى من كده شوية، بتبقى ماسكات معينة أو أنواع حاجات بتفتت التصبغات اللي موجودة. وأوقات وده الأهم، إن احنا لو في سبب بس أورجانيك أو سبب عضوي للمشكله دي، فدي حاجه من الحاجات اللي لازم نشوفها الاول يعني نشوف ان مفيش اي اسباب عضويه للموضوع ونقدر نعالج الحل المشكله الظاهريه. الفيلر كام جلسه وبيبان بعد الجلسه كام؟ الفيلر هو ما نقدرش نقول ان هو جلسات، بس هو يعني على حسب النتيجه اللي احنا عايزينها. يعني لو حد عنده حاجه تجاعيد خفيفه او تجاعيد بسيطه او عايز نعمل شيب خفيف او كونتورنج خفيف، دي بتبقى عاده هي من جلسه واحده. وممكن لو ما استخدمناش الحقنه كلها، لو بنحب ان احنا ناجلها شويه ان احنا نشوف النتيجه نفسها وبعد كده نكملها، انما ان هي كذا جلسه لا، الفيلر بتبقى من جلسه واحده. اوقات الناس اللي بتبقى عايزه تعمل فوليوم جامد قوي او بتبقى عايزه تعوض بحقن كتير قوي، دي اللي بيستحسن ان احنا نعملها على جلسات. يعني بتستخدم نفس عدد الحقن اللي بنبقى متفقين عليه، بس بيستحسن ان احنا نعمله على مراحل، كاننا بنبني واحده واحده الفوليوم اللي فقدناه. ايه الفرق بين الفيلر والبوتوكس؟ ده طبعا السؤال الشهير اللي لازم بيتسال في كل حته. البوتوكس عشان نبقى عارفين هو حاجه مختلفه تماما عن الفيلر. البوتوكس حاجه زي ما قلنا هو بيشتغل على العضلات، نوع من انواع البروتين اللي بيشتغل على العضله بيريحها او بيعمل زي انبساط في العضله نفسها، لان في عضلات معينه لما بتتحرك بتخلي الجلد اللي فوقيها يعمل التعبير دي بصوره جامده شويه، فيبتدي التجاعيد دي تبان. بنحقن البوتوكس دي في اماكن عاده بتبقى في منطقه الفرونت في القورة او في عضلات التكشير او حوالين العين، في اماكن طبعا تانية بس دي اكتر حاجه بتبقى كومن ليها. الفيلر زي ما احنا شرحنا، هو الفيلر ماده مالئه، هو ماده بتعوض الفوليوم اللي احنا فقدناه او بتعوض الخصائص الجلد اللي احنا فقدناها مع الزمن شويه، ودي ملهاش علاقه بالعضله تحتها، دي زي كان في علامه محفوره او علامه ابتدت تبقى ديب شويه، دي بنرجع نملاها في مكانها بصوره طبيعيه جدا. ايه تاني؟ من كتر الرجيمات اللي عملتها وخسيت ظهر لي علامات بيضاء في جسم. الستاتش ماركس طبعا من الحاجات السخيفه جدا والناس كتير بتعاني منها، وللاسف برضو حلولها محتاجه يعني مالتي فاكت، يعني حاجه كذا حاجه مع بعض مش حاجه واحده بس. محتاجه اول حاجه طبعا ان الدايت يبقى متظبط، ومحتاجه ان احنا الوزن يبقى الى حد ما ستيبل، ان احنا مش هيبقى حد لسه بيزيد ويقل بصوره جامده قوي. تاني حاجه طبعا الاكسرسايز لازم يبقى حاجه موجوده معانا بصوره شبه روتينيه، ان احنا نحاول ان احنا نحافظ باكسرسايز بطريقه معينه على ان ما يبقاش الجلد بيقدر يسترتش ويريح بصوره جامده قوي. وبعد كده بنقدر نخش بقى بالجلسات، نقدر نعمل ليها كذا حاجه، من اول زي الميزوثيرابي جلسات معينه بتتحقن فيها، للديرما رولر، للليزر، ليها كذا طريقه. ده اللي بيحدده لون الستراتش مارك نفسه وحجمه قد ايه ومدته بقى لها قد ايه. دي كانت اسئلتنا النهارده. طبعا لو في اي اسئله تانية ارقامنا موجوده على البيج لو حابين تكلموا وتستفسروا على اي حاجه. اتمنى اكون ما طولتش عليكم ونكون استفدنا بمعلومات بسيطه، وان شاء الله باذن الله تبقى على طول معانا في الحلقات اللايف الفتره القادمه.